نتطلع على هذا المثال. هلا هذا المثال هو طبعا مثال بسيط جدا بس بفرجي فكرة الاختلاف ما بين الكريسب لوجيك والفازي لوجيك. وطبعا الممبرشيب فانكشنز هون مش كاملة، يعني لو بدي اعمل ممبرشيب فانكشنز كاملة ما بصيرش اقول بس التول من، لازم اعرف كمان الميديوم من والشورت من مش هيك، وما بصير اقول بس الهيفي من، لازم اقول كمان الميديوم من واللايت من مثلا والفيري لايت من وهيك، وبعدين اصير اخذ رولز بينهم. انا عم حالي بحاول احط رولز معينه استنتج اذا انا عرفت طول الشخص هل بقدر احكي شيء عن وزنه. هاي هي، هذا مش شرط انها تكون هذه صحيحه هون، بس هي مثال على الفازي لوجيك. فاحنا ماخذين بس رول واحده هون، رول بسيطه جدا، بنقول اف مان از تول ذن مان از هيفي، يعني if tall man then heavy. اوكي، هي رول بسيطة جدا، انا عارف ما تهتموش كثير بهاي بس هي حتى تفرجي فكرة. هلا احنا لو انه crisp logic خلص انتهى عنا، بنقول اذا كانه tall معناه هو heavy، لكن هون عندنا في عندنا degrees of membership، متذكرين؟ فاحنا بنقول عندي degrees of membership، انا بقدر اربط الان ما بين الشخص، بقدر اربط الان ما بين طول الشخص والويت تبعته. هلا اذا كان، لاحظوا هون، اذا كان هذا الشخص اقل من حوالين ال 170 تقريبا، مش هو مش عضو في هاي الست، مزبوط؟ واضح انه هون عضويته زيرو بهاي الست. لكن لو كان هو مثلا فرضا هذه تقريبا هون هاي تقريبا نقول 0.3، فلو هو طوله هاي 180 190 185 تقريبا، هاي 183، اذا طوله 183 سنتيمتر معناها هو عنده عضويه في الست تولمن، بس العضويه هاي مش كامله. قديش عضويته؟ 0.3. ولانه عنده عضويه 0.3 في التولمن، ما بعمل فايرنج للرول الا بمقدار 0.3. ايش الرول كانت؟ اذا هو تول هو هيفي. هلا هون اختلف عن فكره الكريسب لوجيك، هون فازي لوجيك. فاحنا بنقول له عضويه هو في التولمن 0.3، فباخذ هلا ال 0.3 العضويه اللي موجوده هون، واعطته عضويه قديش مقدارها في الهيفي من؟ كمان 0.3. فاعطتني عضويه له مقدارها 0.3 في الهيفي مان، فاخذت هلا هون عمالي بعمل كريسب فاليو فازيفيكيشن رول ابلكيشن، فيش اجريجيشن لانه هي رول واحده، لو انها اكثر من رول شو بدي اعمل؟ اجريجيشن. بعدين قلت ما دام هو عنده ممبر شيب مقدارها 0.3 بالتول مان، معناها عنده ممبر شيب مقدارها 0.3 بالفازي مان، فعملت دي فازيفيكيشن. هلا هون صار عندي هو 0.3 عضويته في الهيفي مان، وبعدين راح اعمل ديفازيفيكيشن، فبنزل ال 0.3 من هون، فبتعطيني تقريبا 75 تقريبا، هاي يمكن 77. فاحنا هون طبقنا الحاجة. طبعا هي في الواقع ما راح تكون هيك، راح تكون اعقد من هيك، راح اخذ اشياء اخرى بعين الاعتبار. يعني راح اجي اقول مثلا اذا هو تول مثلا ويعتبر اوبيز مثلا قديش وزنه، اذا كان هو تول مثلا ومش اوبيز مثلا، او في عوامل اخرى بدخلها، بدخل عوامل كثيره، بس هذا المثال بس حتى يفرجي فكره الكريسب. عملنا لها فازيفيكيشن، طبقنا الرول، الرول بسيطه جدا هون، قالت اف ذن اف ذن، وبس حاله التول من اعطاني هيفي من، عضويته ال 0.3 في التول من اعطته عضويه 0.3 في الهيفي من، بعدين عملناها ديفازيفيكيشن وطلعنا كريسب فاليو. دخلنا على فكره بكريسب فاليو وطلعنا كريسب فاليو، مزبوط؟ في معظم الحالات رح نعمل هيك، رح ناخذ بكريسب فاليو ونطلع بكريسب فاليو. تذكروا انه هذا اليونيفرس اوف ديسكورس هون تبع اكس اللي هو 160 ل 200، وهذا اليونيفرس اوف ديسكورس للفاريبل الثاني اللي هو 70 ل 120، وفي عندي ممبر شيب فانكشن هون وعندي ممبر شيب فانكشن هون، مش هيك؟ حتى ممبر شيب فانكشن هون صعب نرسمها او صعب نرسمها لانها جاي بهذا الشكل من هون، بمعظم الحالات احنا رح نعملها خط مستقيم، اوكي؟ بس هذه هون فرجت بس فكره انه كيف بنعمل فايرنج للرول في الكريسب لوجيك. كنا نقول اذا از ترو ترو، اذا فولس فولس، ما فيش عندي ممبر شيب الا تكون 0 او 1. هون صار عندي ديجريز اوف ممبر شيب اوف ديفرنت فانكشنز، ولو كان الميديوم من موجوده هون كان ممكن كان في رول ثاني، كان ممكن يكون عضويته في الميديوم من مثلا تكون 0.6، واقول اف ميديوم ذن مثلا ميديوم، ويكون في كمان علاقه ثانيه هناك، بدي اضطر اعمل اجريجيشن. في اكثر من رول راح تعمل فايرنج.